مشاهدينا الكرام السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار الموسم. السلطة المركزية مسؤولة عن توزيع الأموال إلى المحافظات. مجالس المحافظات، المحافظ بالدرجة الأساسية ثم مجلس المحافظة بالتحديد هو المسؤول عن رسم الخارطة المالية والاقتصادية للمحافظة بشكل عام. يعني بشكل مباشر عملية استبعاد المحافظ السابق نجم الجبور هي جزء من هذه النزاعات السنية. يعني سيد المحافظ السابق هو كان ضحية لهذه النزاعات. بالنتيجة نحتاج لرؤية سياسية حقيقية من قبل من يمثل نينوى في بغداد من أجل إبعاد النزاعات السياسية عن المحافظة. لا، أنا أتصور ما راح يكون أولاً العدد اتقلى، فهم دور مجلس المحافظة تغير، كثير من الشخصيات المحترمة جو واليوم موجودين داخل مجلس المحافظة. أتصور أكو عمل جديد ورؤية جديدة. على القائمين على إدارة نينوى أن يحسنوا اختيار الأشخاص اللي راح يكونون حاشية لهم، مستشارين لهم، حتى يكون اكو عمل حقيقي. اما عضو مجلس المحافظه يفهم بكل شيء، ما موجود هذا الشيء.